أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب. هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب، اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا، اغفر ذنبنا، اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما بقي، بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار. نحن بالله عزنا والحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب. ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه قولنا، حسبنا الله والنبي. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين أمين. باب الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المخلصين المخلصين الصادقين بتوفيقه وفضله وكرمه، وأن يغيبنا عن كل شيء سواه. الإخلاص من كلامه الخلوص أو التخليص، أي ألا يكون هناك شائبة في العمل لغير ما تعمل له. فإن كنت تقصد الله فيكون العمل لله خالص، وإن كنت تقصد سواه فلا يكون هناك خلوص، أو تقصد معه سواه فلا يكون هناك خلوص، لأنه اختلط بغيره. فالقصد أن توجه العمل خالصا لله، لا حتى بقصد إتقان العمل، ولا حتى بقصد الإخلاص فيه، بل حتى بالغياب عن الإخلاص فيه. لأنك إذا نظرت إلى إخلاصك في العمل فقد نظرت إلى عملك، ولكن عليك أن تنظر إلى توفيق الله وإلى فضل الله لك. فإذا نظر العبد إلى إخلاصه وكان صادقا كان مريدا، وهذا إخلاص المريدين، عند العارفين رياء. ولذا قالوا رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين، لأن المريد في بدايته همه العمل وإتقان العمل، فنظره للعمل لا للمعمول له، ونظره للعبادة لا للمعبود، هذا في بدايته. فإذا استقر أمره وجه الأمر واهتم بمن يعبده، مع قيام العبادة على وجهها الأمثل، لأنها لابد أن تقوم على أساس العلم وعلى رسم العلم أولا، صحة وبعدا عن الفساد، ثم بعد ذلك يتوقى الإعجاب فيها، بل يتوقى انتظار الثواب له، لأنه يرى أنه ليس عاملا في الحقيقة بل هو معمول فيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهو الذي أجرى الخير على جوارحه، وأجرى الخير على لسانه، وإذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. أخبرنا علي بن أحمد الأهوزي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا أبو طالوت قال: حدثني هاني بن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي قال: حدثني عطية بن وشاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. ثلاث إذا توقاهن المسلم برئ من الغلول وهو الخيانة، أو الغل وهو الحقد. ثلاث لا يغل بضم الغين من الغلول وهي الخيانة: ما كان لنبي أن يغل، وقراءة نافع: ما كان لنبي أن يغل، أي ما كان لنبي أن يخون في الغنيمة، وما كان لنبي أن يخان
من أتباعه في الغنيمة. فالقراءتين تعين بعضهما البعض، ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل، من الغلول وهو الخيانة. وثلاث لا يغل بكسر الغين من الغل وهو الحقد، أي أن المسلم إن برئ، إن أراد أن يبرأ من الخيانة ومن الحقد، عليه أن يلزم ثلاث أشياء: إخلاص العمل لله، أي يكون عمله لله خالص، فإذا كان عمله لله خالص لا لدنيا، وينصح ولاة الأمور يقبل النصح منهم، لأن ولاة الأمور جبلوا على عدم قبول النصح ممن يريد دنيا مخافة أن يكون يريد أن يأخذ المنصب منه، فإن نصحه وهو يريد الدنيا فتك به، اعتبره يريد أن يأخذ ما بيده. ولكن إن علم أنه ينصحه وليس في الدنيا له لها وزن في قلبه، عمل لله، يقبل منه حتى وقد يشتمه ويقبل منه. والتاريخ حافل بأقوال كثير من علماء الآخرة، قالوا أقوال في منتهى الغلظة لخلفاء ولعلماء ولولاة أمور كبار، وتحملوا ذلك حتى على الملأ، لأنهم علموا أنهم لا يريدون دنيا. ولكن المشكلة هي أن يكون الدنيا في قلب الناصح، فإذا نصح أهل ولاة الأمور وكانوا أيضا من أهل دنيا، ظن أنه يريد أن يأخذها منه، فلا يقبلها أولا ويعاديه ثانيا ثم يفتك به ثالثا. إخلاص العمل لله يضمن لك أن تقوم بالباقي على الوجه الأكمل، أن يكون عملك لله قصدا. ومناصحة ولاة الأمور، تكون من العلماء لا من العامة، وتكون لا جهرا ولا على المنابر ولا على صفحات الجرائد ولا في الإذاعة والتلفاز، بل يكون بين العالم وبين ولي الأمر حتى ينصاع لذلك. أنت إن نصحت ابنك الذي هو من صلبك الذي تربيه وتنفق عليه على ملأ، على منبر، وهو جالس وسط المصلين ووجهت إليه الكلام لا يسمع كلامك، تكون قد فضحته، وهذا ابنك. فما بال البدعة التي ابتدعها دعاة هذا العصر وهم لا يحلو لهم مناصحة ولاة الأمور إلا على المنبر، على الملأ يفضح ولاة الأمور، ثم بعد ذلك يعيب عليهم أن قبضوا عليه وأن اعتقلوه وأن أهانوه. خالف الأدب، فقد فضحهم. ثم يا ليتهم ينصحون أيضا بالحسنى على المنبر على الملأ، لا أحيانا يتلفظون بألفاظ لا تليق، لا يقبلها الإنسان العاقل لأهله ولا لقرابته ولا لنفسه، فضلا أن يقبلها لرئيسه الذي جعله الله رئيسا له في الدنيا. هذا كله يجب أن يراعيه الداعية لله حتى يتم قبول النصح. ولذا العالم الذي يعرف متى ينصح وكيف ينصح هو الذي ينصح ولاة الأمور، ولكن الجاهل الذي لا يعرف متى يأمر بالمعروف ومتى ينهى عن المنكر وكيف يتجنب الضرر الأعظم، هذا العامي لا ينصح ولاة الأمور بشيء، بل إن وجد ظلما لهم يذهب إلى العلماء يشتكي إليهم، ثم يترك الأمر للعلماء يتصرفون فيه ويلجأ إلى الله ذكرا وطلبا ودعاء وتوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمر للمسلمين كافة، قال: لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم، فإن قلوب الحكام بين إصبعين من أصابع أقلبها كيف شئت، إن أطعتموني قلبتها عليكم بالشفقة والرحمة، وإن عصيتموني قلبتها عليكم بضد ذلك. فالأمر كله موكول لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولذا الناصح العالم العارف ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه تشرعا، وقلبه مشفق على من ينصحه، لأنه جعله الله مظهرا لاحتياجه للنصح، واحتياج النصح ضعف، فلكونه في حال الضعف فاحتاج للنصح كان الشفقة هي نظرة القلب له، لأنك لو لم تشفق عليه وهو في حال ضعفه، في حال معصيته، في حال احتياجه للنصح، متى تشفق عليه؟ فتكون ناصحا بلسانك، متشرعا، مشفقا بقلبك، قاصدا ربك، ثم بعد ذلك راضيا عنه بالحقيقة، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن في الحقيقة كل ما يجري في الأكوان هي بقدر الله وبأمر الله. ولذا عين الحقيقة غير عين الطريقة غير عين الشريعة. فعين الشريعة تنصح، وعين الطريقة تشفق، وعين الحقيقة ترضى. فهذه الأمور لابد أن يعلمها كل إنسان يريد أن يتصدر لمثل هذه الأمور، حتى يجري الله الخير على يديه لنفسه وللناس أجمعين. ولذا على مر العصور كان علماء أهل الطريقة الصحيحة هم الذين يجري الله الخير على أيديهم للأمة وللناس. ولذا لما سمع العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قالوا اللسان للعلماء، اليد للحكام، لأن بيده السلطة التنفيذية، يغير باليد، هذا للحاكم ولي الأمر، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعوام. وفهمه بعض الأولياء، قالوا بالقلب للأولياء، أهل الهمة العالية، أهل الهمة العالية الأولياء إذا اهتم بقلبه لأمر ما غيره الله في الواقع، فصارت التغيير بالقلب للأولياء يوازي التغيير باللسان باليد للحكام، لأن هناك أهل التصريف من الأولياء الكبار. الأولياء الكبار يصلوا في مرحلة من المراحل إن الله سبحانه وتعالى يجري الأكوان على وفق مرادهم الذي هو صار موافقا لمراده سبحانه وتعالى، فيصير إذا أقسم على الله لا أبره، فإذا اهتم بأمر غيره الله في الواقع. ولذا قالوا التغيير بالقلب قد يكون للولي كما يكون للعام. ولذا ترى الأمر عجيب، نهاية الشيء كبدايته، فالعام يبدأ بالمقاطعة بالقلب، والولي ينتهي بالإنكار بالقلب، وفي كل تغيير، شيء عجيب. وكل ده من عجائب الشرع، انك انت تجد انك انت مهما تقدمت تعود الى ما عليه عامة الناس. ولذا لزوم جماعة المسلمين، فلا تعتقد نفسك انك صرت فوقهم، بعدما بل الذي سيرك فوق الناس هو الله، لا لمزية فيك بل لمحض فضل فيه، لمحض فضل منه سبحانه وتعالى. فما أنت إلا مخلوق من مخلوقات الله، جعلك مظهر لمظاهره سبحانه وتعالى، مظهرا لبعض صفاته سبحانه وتعالى. فكلما كمل الظهور فيك، كلما كمل التفضل عليك، كلما تطلب منك الشكر والتواضع. ولذا يقول ولزوم جماعة المسلمين، حتى لا تظن نفسك بعدما أخلصت لله وصرت لك كلمة مسموعة عند ولاة الأمور أنك صرت فوق جماعة المسلمين، بل عد كما كنت إلى جماعة المسلمين منخرطا فيها. لا تظن أن لك مزية، بل المزية من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الأستاذ، أما يقول الأستاذ عبد الكريم الخشاعي يقصد أبو علي الدقاق شيخه وحماه لأنه تزوج ابنته. وقال الأستاذ الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء آخر،
صنع لمخلوق او اكتساب محمدة عند الناس او محبة مدح من الخلق او معنى من المعاني سوى التقرب به الى الله تعالى. يعني لا يتصنع لمخلوق، اي لا يفعل الخير من اجل ان يثني عليه مخلوق، لكن ممكن ان يجتهد للتصنع للمخلوق لا من اجل الثناء، كان يكون هذا المخلوق رسول من رسل الله، فاذا تصنع له اي اجتهد في ارضائه اكتسب منه دعوة صالحة، اكتسب منه نظرة رضا، فاذا اكتسب نظرة رضا من رسول او من ولي او من عالم او من صالح فقد تصنع لله لا من اجل انه مخلوق، بل من اجل صلته لله، من اجل علاقته بالله، لا من اجله هو كمخلوق. ولذا يقصد هنا التصنع لمخلوق لا غرض دنيوي لا لغرض اخروي، اما اذا تصنعت لمخلوق لغرض اخروي فلا بأس ان تجتهد في برك لابيك وامك حتى تكتسب منهم دعوة صالحة، فالدعوة الصالحة تفيدك في طريقك الى الله، برك بهم يفيدك الى طريقك الى الله، فانت تعمل من اجل ارضائهما لان في ارضائهما رضا لله، فلا رياء في ذلك، بل هو في محض الاخلاص لان عملك من اجل الله. اما ان تتصنع لوالدك حتى يخصك بشيء من الميراث دون اخوتك فهذا حرام، لانك تريد بهذا التصنع دنيا، تريد ان تتفضل على سائر اخوتك بدنيا، لان سائر اخوتك يعيبون في الاب او لا يسمعون كلامه، فانت تتصنع بسماع كلامه لغناه ولكثرة ماله ولكثرة فضائله، فتريد ان تقتنص منه ما لا يقتنص اخواتك، فانت تتصنع لا برا له لا طلبا لرضا الله بل طلبا لدنيا، فيصير هذا التصنع حرام وهو في ظاهره بر. ولذا العبرة في العمل ان ترى الله فيه، لا العبرة في سورة العمل، فقد يكون سورة العمل في ظاهره معصية وهو عند الله بر، وقد يكون العمل في صورته طاعة وهو عند الله معصية، فالعبرة في رؤيتك لله في حال عملك، فإن فعلت العمل الصالح ورأيت نفسك فيه ورأيت الخلق فيه صار في الظاهر طاعة وفي الباطن معصية، في حقيقته معصية، وإذا فعلت المعصية وأنت قلبك معتصر ندما على فعلك عازما التوبة صار في ظاهرها معصية وفي باطنها توبة وقرب إلى الله عز وجل. ولذا عليك أن تهتم بما وقر في قلبك حال فعلك للطاعات أو للمعاصي. ويقول الإمام ابن عطاء الله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا كانت خيرا من طاعة أورثت عزا واستقدارا. فالعبرة بثمرة الشيء لا بالشيء ذاته بل ثمرته. ويصح ان يقال الاخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، ويصح ان يقال الاخلاص التوقي عن ملاحظة الاشخاص، كلها معاني متقاربة. وقد ورد خبر مسند ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبر عن جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى انه قال: الاخلاص سر من سري، استودعته قلب من احببته من عبادي. يبقى الاخلاص ثمرت محبة الله منه خلقا وإيجادا ومنك اكتسابا واجتهادا، فمنسوب إليك اكتساب واجتهاد بتوقي النظر إلى الخلق أو النظر إلى الدنيا أو النظر إلى كل قاطع يقطعك عن الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية الاكتساب منك أنت فعلا واختيارا، ومن الله خلقا وإيجادا سرا وضعه في قلب العبد سبحانه وتعالى بمحض توفيقه وفضله. ثم ساق إسناد الحديث بعد ذلك قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: وقد سألت عن الإخلاص ما هو، فقال:
سمعت علي بن سعيد وأحمد بن محمد بن زكريا وقد سألتهم عن الإخلاص فقال سمعنا علي بن إبراهيم الشقيقي وقد سألناه عن الإخلاص فقال سمعت محمد بن جعفر الخصاف وقد سألته عن الإخلاص فقال سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو قال سألت أبا يعقوب الشريطي عن الإخلاص ما هو قال سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو قال سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو قال سألت الحسن عن الإخلاص ما هو قال سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإخلاص ما هو قال سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو قال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو قال سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي. يعني ساق إسناد الحديث بعدما ساق الحديث أولا ونهاية الحديث إلى رب العزة فأنعم به إسنادا. مسلسل بالسؤال. ولذا قالوا من ليس له سر فهو مصر، من طرائف اللغة يعني، من ليس له سر بينه وبين ربي فهو مصر على المعصية. من ليس له سر فهو مصر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا له سبحانه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس. الإخلاص ألا ترى سوى الله، والصدق ألا ترى نفسك حتى نفسك، لأنك نفسك من السوى. فالمخلص لا رياء له لأنه لا يرى سوى الله، فلا رياء، لا يرائي أحد. والصادق لا إعجاب له لأنه لا يرى نفسه فلا يعجب به. يبقى الصادق لا إعجاب له، يعني لا يتكبر، لأنه لا يرى فيه مزية، بل هو يرى فيه محض فضل. أنت مرآة ظهرت فيك صورة الحق، فهل المرآة لها مزية لظهور صورة الحق فيه؟ لا مزية فيها في الحقيقة، دي الحقيقة. فأنت مرآة في الأكوان، جعلك الله سبحانه وتعالى مرآة. كلما كنت نقيا كلما كان الظهور فيك قويا، وكلما كان في نوع غبش ونوع عدم خلوص كانت الصورة فيك مشوهة. فإذا ظهرت بغير تشويه فالمزية لا فيك بل فيما طبع فيك، والذي طبع فيك ليس منك، ولا متصل بك ولا متصل فيك ولا حل فيك، فلا مزية لك في الحقيقة. فلينظر لعين الحقيقة لا إعجاب له بنفسه، ولا عب عنده بينه وبين نفسه، ولا تكبر على سائر الخلق. التوقي عن ملاحظة الخلق ده الإخلاص، والصدق التنقي عن مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. هو الصدق أخص من الإخلاص أخص من الصدق، لأن الإخلاص يتناول القلب، لكن الصدق يتناول القلب والجوارح، يتناول القلب والجوارح، وبالتالي يبقى الإخلاص فرع من الصدق. الإخلاص فرع من الصدق، فالصدق أصل. وقال ذنون المصري الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر عليه، والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه، لاحتياج كل منهما إلى الآخر. وقال أبو يعقوب السوسي متى شهدوا في إخلاصهم الخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. طبعا يبقى عجبت خلاص، أول ما تشاهد الإخلاص يبقى حجبت بالعمل عن ربك، وحجبت بالتوفيق عن الموفق، وحجبت بالنعمة عن المنعم، وحجبت بالعبادة عن المعبود، يبقى وقعت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرنا. وقال ذنون ثلاث من علامات الإخلاص. علامات، تسأل نفسك فيك العلامات دي، تحمد الله إن كانت فيك وإن لم تكن فيك.
حاول أن تستجلبها كسبا ودعاء واجتهادا. استواء المدح والذم من العامة، من الناس يعني ما يفرقش عندك الناس تمدحك الناس ما تمدحكش، كن مع الله على ما يريد ولا تنظر بعد ذلك ولا تلتفت، بل هم يخافوا احيانا من المدح اكثر من خوفهم من الذم، لان المدح للنفس فيه حظ، اما الذم فالنفس لا حظ لها فيه. فان خيروا اختاروا الذم. ولكن واختيار الذم نشأت منه طريقة الملامتية أساسا، ولكن اندثرت طريقة الملامتية كطريقة للوصول إلى الله، وكان كثير من الأولياء التزموها ووصلوا بها حتى زارت الطريقة الشاذلية، وهي طريقة معتدلة لا تميل إلى الذم ولا تميل إلى المدح، بل لا تلتفت إلا إلى الله، فهي تفعل الفعل المحمود لا ليحمد بل لأنه محمود من الشرع، وتتجنب الفعل المذموم لا ليذم ولكن لا ليحمد او لكونه مذموم بل لكونه مذموما من الشر، فصار حالهم هو الحال الاكمل والاولى. وعشان كده انتشرت الطريقه الشاذليه لانها توافق من حيث الظاهر والباطن توافق ما جاء به الشرع، اما الطريقه الملامتيه فتوافق الشرع من الباطن فقط، وقد تخالف احيانا في الظاهر ببعض المكروهات، فكانوا يفعلون بعض المكروهات من اجل ان يذموا من العامه حتى يحجبوا عنهم فلا ينشغلوا بمدح الناس. ولكن على اي حال، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الأعمال في الأعمال ونسيان اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، وفي الآخرة يبقى يا رب سلم. شفت الأنبياء الكمل يقولوا يا رب سلم، مش منتظر أجر، ده عايز السلامة بس. هو ده حال الكمل، إن هو ينتظر السلامة. يبقى إذا سلمك فبمحض فضله، وإذا أعطاك فبمحض كرمه، وإذا عاقبك فبمحض عدله. فالحكاية كلها ما في الظلم أصلا،
ذاق لكن لم يذق حلاوة الإيمان، ذاق بس طعم الإيمان لكن مش حلاوته. أيوة، علشان يبتدي يبقى من الكمل. أصل هي الفكرة إيه؟ لو الحكاية إن المدح يدفعه للاجتهاد والذم يمنعه من الاجتهاد، يبقى هو بيعمل للمدح وللذم، وإحنا عايزين الإخلاص بدايته أن يكون العمل لله خالص، لا لمدح ولا لاجتهاد. فإذا كان المدح يجعلك مجتهد والذم يجعلك غير مجتهد وتركا، يبقى له تأثير في عملك، له يعني دافع داخلك يدفعك للاجتهاد أو للإحجام. فكل الحاجات دي لازم الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى غير منتظر مثل هذه الأشياء. ولكن وعشان كده قالوا ان العلامة دي ان الانسان يجتهد في حال الخلاء اكثر من اجتهاده في حال الاجتماع، لان في حال الاجتماع المدح بيبقى موجود مندرج لانك انت مع الناس، لكن لما هتبقى انت لوحدك ومحدش شايفك الا ربك، فاذا كان اجتهادك في حال الخلوة كاجتهادك في حال البلوة فقد استوى المدح والذم. وإذا غلب اجتهادك في حال الخلوة عن الجلوة فقد ترقيت في هذا، يبقى المسألة ترقي بقى. المبتدئ لا بأس إنك أنت تشجعه بإن هو يعني يبقى مع العامة حتى يذوق حلاوة الإيمان، فإذا ذاق حلاوة الإيمان اتركه بعد كده خلاص بقى، هو حتى لو أنت ضغطت عليه علشان ما يستمرش هيستمر، لأنه طالما ذاق حلاوة الإيمان وحسن إسلامه خلاص. عشان كده بعض المؤلفة قلوبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يديهم أموال يؤلف حتى إذا ذاق طعم الإيمان وكله الإيمان بقى خلاص. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت أبا عثمان المغربي يقول، الإخلاص ما يكون للنفس فيه حظ بحال، يعني لا يكون للنفس فيه أي حظ، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسلم. مش كده قايل لك كده يعني؟ عشان كده العمل اللي يقربك إلى ربك هو الأصعب على نفسك حتى لا تكون للنفس فيها يعني حظ. إنما كلما كانت الطاعة التي تفعلها للنفس فيها لذة تعرف إنها حاجبة غير مؤثرة، فتختار من الطاعات ما تكون أصعب على النفس. وهذا إخلاص العوام، يعني لا يكون للنفس فيه حظ بحال، ده إخلاص العوام أي درك أوله. وأما إخلاص الخواص فهو ما يجري عليهم لا بهم، إخلاص الأحوال بقى. أصل إخلاص العوام إخلاص الأعمال، وإخلاص الخواص إخلاص الأحوال. فالعوام يجتهد في العمل بحيث يكون العمل لله والنفس ليست لها أي حظ فيه، فاجتهاده في العمل هو أهل رياضة أهل اجتهاد أهل مجاهدة، لكن الخواص أهل أحوال. فالأعمال ما زالت تجري عليهم لكن جهده والتفاته ليس للعمل،
سقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه فيكون مخلصا لا مخلصا. خد بالك، مخلصا دليل فعل الله، ومخلصا دليل فعل العبد. فالعبد يبدأ مخلصا وينتهي مخلصا، هذا هو السالك، يبدأ سالكا مخلصا وينتهي عارفا مخلصا بتوفيق الله. وقال سهل: لا يعرف الرياء إلا مخلص. طبعا، لأن الأمور تعرف بنقنها، مش هيعرف الرياء ودقائقه إلا المخلص اللي ذاق الإخلاص، إنه يكون إزاي العبادة خالصة لله، ما يعرفهاش ولا يدركها إلا إيه؟ المخلص. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت الوجيهي يقول، سمعت أبا علي الرذباري يقول، قال لي رويم، قال أبو سعيد الخراز: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين، لأن إخلاص المريد رؤية الإخلاص في الإخلاص، ما هو بيجتهد عشان يحصله، فنظروا على الإخلاص وعلى تجنيب الرياء. لكن العارف لو رأى الإخلاص في الإخلاص يعتبر إن ده هو الرياء لأنه مرائع. وقال ذنون: الإخلاص ما حفظ من العدو أن يفسده. وقال أبو عثمان: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى فضل الخالق. وقال حذيفة المرعشي: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن وفي الخلوة والجلوة. وقيل: الإخلاص ما أريد به الحق سبحانه وقصد به الصدق. وقيل: الإغماض عن رؤية الأعمال، يعني عين قلبك مغمضة عن رؤية عمل جوارحك لاكتفائها بالنظر إلى ربك. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت أبا الحسين الفارسي يقول، سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت علي بن عبد الحميد يقول، سمعت السري يقول: من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى. وإذا سقط على فكرة من عين الناحية يسقط من عين الناس برضه، لأن ده توهم إن الإنسان يتزين قدام الناس بما ليس فيه فيصير في عين الناس كبيرا، ده توهم، لأن هيبقى واضح ربنا هيفضحه برضه، فهتلاقيه برضه طالما سقط من عين الله يسقط من عين الناس أيضا. لا، هنا يقصد التزين بالطاعات والتزين بالحاجات. وسمعته يقول زي الراجل اللي هو كان قاعد بيصلي في مسجد في بغداد زمان، بيحكوا عليه اللي هو الأحمق ده، قاعد بيصلي بقى صلاة جميلة كده وبيرقع، واقف بقى آخر تواضع، وبعدين دخل عليه واحد فقعد يتفرج عليه كده معجب بصلاته قوي، فلما لقاه بينظر له كده راح قطع صلاته قال له: لا، وصايم كمان. ده الاحمق، العبد الاحمق نموذج يعني. فطلع انه بيخشع في صلاته عشان الناس تقول ايه الخشوع ده، فلما قالوا الخشوع ده قال لهم: لا، وفي حاجات تانية انتوا مش واخدين بالكم منها. ايوه ربنا ينجينا. وسمعته يقول، سمعت علي بن بندار الصوفي يقول، سمعت عبد الله ابن محمود عبد الله، سمعت عبد الله ابن محمود يقول، سمعت محمد ابن عبد ربه يقول، سمعت الفضيل يقول: ترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أن تترك الاجتهاد في العمل من أجل ألا يراك الناس، يبقى الناس ليهم حجم عندك، فعليك أن تجتهد بغض النظر عن أن الناس تراك أو لا تراك. فإذا تركت العمل من أجل الناس يبقى ما زال للناس لهم حجم في قلبك، يبقى ترك العمل من أجل الناس رياء، يعني ترك العمل من أجل ألا يقول الناس عليك أنك مجتهد
دليل انك تريد ان تخفي حالك عن الناس حتى يظنوا انك لك حال مع الله. يعني كأنك انت بتخبي رغبتك في المدح بايه؟ بترك الاجتهادي امام الناس. شوف ازاي خفية، ازاي الامر خفي، لان النفس بتبحث عن المدح باي طريقة. فلما يصير الناس اللي هم اهل العبادة والعباد يجدوك كده انك انت قاعد طول النهار معاهم، يا دوب بتصلي الفرائض والسنن الراتب وما بتعملش غير كده، وقاعد انت مع اهل العبادة، يقوموا الناس يقولوا ايه اللي هم العباد دول؟ الظاهر بقى ده ليه حال مع الله بيخفيه، واكيد ده الراجل ده حاجة كبيرة قوي، ده يمكن بيستنى لما ننام احنا ويعمل شغل جامد. يقوم انت بالطريقة دي بتركك للعمل والاجتهاد صرت ممدوحا عنده. فهمت ازاي؟ فتركت من اجل الا يراك الناس فاكتسبت مدحة الناس. فالمسألة مش كده، المسألة انك انت لا ترى الا الله ولا تقصد الا الله في الخلوة والجلوة، ما تفرقش معاك الامور. ليه؟ لان مقصدك هو ربك سبحانه وتعالى. ولو عمل من اجل الناس بقى هو ده الشرك، اشرك مع الله غيره. والاخلاص ان يعافيك الله منهما. وقال الجنيد الاخلاص سر بين الله تعالى وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله. ده ادنى الاخلاص اللي هو الاصلي، اصل الاخلاص اذا وقر في القلب الاصل ده لا يطلع عليه ملك فيفسده ولا حتى الهوى فيميله. وقال رويم الاخلاص من العمل هو الذي لا يريد صاحبه عليه عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. نعم، الاخلاص من العمل يعني في العمل، يعني الاخلاص في العمل الا ترى عوض. لماذا؟ لانك اذا نظرت في المرتبة الثانية من الاخلاص وهي مرتبة الخواص التي هي قبل مرتبة العارفين، ترى فضل الله عليك في ظهور العمل منك. فاذا كان فضل الله ان اظهر العمل منك فلا تنتظر عوض عليه، كفاك فضلا ان جعلك مظهرا لطاعته وفضله فلا تنتظر عوض. وقيل لسهل بن عبد الله اي شيء اشد على النفس؟ فقال الاخلاص لانه ليس لها فيها نصيب. وسئل بعضهم عن الاخلاص فقال الا تشهد على عملك غير الله عز وجل. وقال بعضهم دخلت على سهل بن عبد الله يوم جمعة قبل الصلاة بيتا فرأيت في البيت حية فجعلت اقدم رجلا واخر اخرى، خاف يعني لما شاف عنده حية في بيته، حية يعني ثعبان، فقال ادخل لا يبلغ احد حقيقة الايمان وعلى وجه الارض شيء يخافه. ثم قال هل لك في صلاة الجمعة؟ يقصد في مسجد النبي يعني، مسجد النبوي. فقلت بيننا وبين المسجد مسيرة يوم وليلة، فأخذ بيدي فما كان إلا قليل حتى رأيت المسجد، طي المسافة كرامة يعني. فدخلناه وصلينا الجمعة ثم خرجنا فوقف ينظر إلى الناس وهم يخرجون. الناس اللي خارجين من المسجد النبوي ده مجمع الأولياء، المدينة المنورة دي مجمع الأولياء على مر العصور إلى يوم القيامة. اللي عايز تشوف هناك الأولياء يروح هناك بس يقعد يتفرج على الوجوه اللي قاعدة في الروضة، هم دول الأولياء. فشوف بقى أنت بقى، بيقول له إيه على الأولياء اللي خارجين من صلاة الجمعة؟ فدخلنا وصلينا الجمعة ثم خرجنا فوقف ينظر إلى الناس وهم يخرجون فقال أهل لا إله إلا الله كثير والمخلصون منهم قليل. لان في من الاولياء من حجب بالولاية. شفت قد ايه الى هذه الدرجة، لان الاولياء نفسهم درجات برضه. اخبرنا حمزة بن يوسف الجرجاني قال حدثنا محمد بن محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو طالب
محمد بن زكريا المقدسي قال حدثنا أبو قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني قال حدثنا زكريا بن نافع قال حدثنا محمد بن يزيد القراطيسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن مكحول قال ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ما أخلص عبد قط 40 يوما يعني مدة. هل الأربعين المقصودة بها الأربعين فيها سر في الرقم يعني؟ ربما بعض الصالحين بالتجربة أو وردت بعض الآثار عندهم إن الأربعين دي سر في الرقم نفسه، لأن تجدها في أحاديث كثيرة، من صلى 40 وقتا في مسجد النبي مثلا أخذ براءة من النفاق وبراءة، ومن صلى 40 فجرا لا تفوته تكبيرة الإحرام في أي مسجد يعني أخذ براءة من الرياء وبراءة من النفاق. ويعني فيها الأربعين دي مذكورة في أخبار كثيرة كلمة الأربعين دي. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت عبد الرازق يقول سمعت يوسف بن الحسين يقول أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لون آخر. يعني كل ما يجتهد في إسقاط الرياء اللي هي حظوظ النفس كلما نبت في طريقة تانية بطريقة تانية. علشان كده عايز الإنسان باستمرار يداوم الاجتهاد والجهاد في الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اصبروا وصابروا ورابطوا. وسمعته يقول سمعت النصر بادي يقول سمعت أبا الجهم يقول سمعت ابن أبي الحوارى يقول سمعت أبا سليمان يقول إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء لنظري إلى فضل رب. الوسواس أساسا اللي بيجي في العبادة أساسه سوء الظن بالله، كل شوية خايف لحسن ربنا يبطل عمل، لاحسن تبقى كده صلاته غلط، لاحسن يبقى قراءته مش مظبوط، لاحسن مش عارف وضوءه يبقى ايه، لا، فقاعد نظره للعمل، نظره للعمل يقوم يتردد كثيرا، فالتردد ده بسبب سوء الظن في الله، وبسبب الجهل، وبسبب قلة الديانة، ولكن كلما عرفت أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي، وأنه غفور رحيم، وأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، كلما انطلقت، وخف الوسواس عنك، وسلمت أمرك لله. مع الاجتهاد في صحة العمل في الظاهر بمقتضى العلم والشريعة أيضا. ونقف على باب الصدق إن شاء الله أول يوم سبت في شهر سبتمبر، ناخد أجازة شهر 8 كله إن شاء الله، وجزاكم الله خير. في سؤال بس أخير، آمين. وما معنى أن المعصية تحجب نور العلم؟ المعصية لها شؤم، اي معصية لها شؤم، وشؤم المعصية اساسها ظلمة، والعلم اصله نور، كلما كثرت الظلمة مع النور حجبت جزء من النور. ده شيء معروف في الحس، يعني شيء معلوم في الحس، والعلم نور في الحقيقة، العلم النافع الموصل الى الله، مش مطلق العلم، لان في علم يحجب عن الله. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعيذ بالله من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، فدل على أن في علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فالعلم النافع نور، والعلم النافع حده هو العلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم الموصل إلى الله نور في القلب. إذا عصى الإنسان المعصية ظلمة فتحجب هذا النور بقدر المعاصي، فإذا زادت قد تصل إلى مرحلة أن تطفئ العلم نفسه، تطفئ ثمرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى، والعلم لابد أن يكون ينشأ منه الإخلاص والخشية، لأن من لا خشية عنده لا إخلاص عنده ولا ينتفع بعلمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فثمرة العلم النافع الخشية، كلما كان هذا العلم، أنت شوف العلم اللي أنت فيه إيه، اللي ربنا أقامك فيه،
كلما تعمقت فيه ازددت خشية، اعرف انه نافع. كلما تعقمت فيه تعمقت فيه ازددت حجبا، فاعرف انه ليس بنافع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا. الحمد لله. نذرا لله اجعل ثوابه للولي، فهذا النذر ينعقد اذا قصدت هذا، لان احيانا العوام لا يفصلوا، يعني لازم نسال العامي انت تقصد ايه بالظبط. الشيخ الولي ده تقصد انك انت تاخذ الثواب منه؟ هو لا يملك ان يعطيك الثواب، ولا اعتقد ان في عامي مسلم ينتظر، ولكن قد يكون منتظر ان ياتي الخير من الله على يد الولي. وده اعتقاد العوام معظم، انه يرى ان الخير قد ياتي من الله على يد من شاء من عباده، زي ما ربنا يعني يجري الشفاء على يد طبيب وينزع الشفاء من يد طبيب اخر، دي مجربه ومعروفه، والشافي هو الله على كل حال. فان كانت تقصد انها تريد ان يجري الله لها الانجاب عن طريق دعوة للسيد البدوي، فإذا تم ذلك تهدي السيد البدوي ثواب النذر. مقابل لذلك يعني تفعل نذرا لله يكون له ثواب عليه، فذهب هذا الثواب للولي مقابل أن جعله الله سببا لوصول النعمة إليها. على هذه الصورة المفصلة كده لا شيء فيها. فهل العام يقصد ذلك؟ إن فصلت له يقول لك أنا قصدي كده. إن فصلت له يقول لك آه أنا قصدي كده، بس هو مش عارف يعبر، لأن كل مسلم إحنا مطلوب إننا نحسن الظن بالناس، دي حاجة. هو ما بيقول أنا حبح لسيدنا الحسين، هو يعرف سيدنا الحسين بياكل يعني في قبره؟ هو يقصد كده يعني؟ يبقى مجنون. وأظن إنه مش مجنون. يعني بيقول حبح لسيدنا الحسين يعني إيه؟ يعني حبح وثوابها لسيدنا الحسين. زي ما بيدوا لك مثال في المعاملات، يقول لك اعتق امتك عني بألف، يقول لك انعقد البيع والعتق في ان واحد بلفظ واحد، مش كده برضه؟ يعني في انت درست معاملات؟ طيب في المعاملات يقول لك ايه في المثال ده؟ يقول لك ينعقد العتق والبيع والاستلام والتسليم والتسلم والثمن كله بلفظ واحد، يقول لك اعتق امتك عني بألف. يعني ايه؟ يقول لك هو مثلا ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه انه يعتق رقبة لانه قتل خطأ مثلا، او انه هو حنث في يمين فحنث اليمين او عمل يمين ظهار، فيبقى يعتق رقبة وهو ما عندوش رقبة، وصديقه ولا جاره عنده رقبة اما ملكه، فيقول له ايه؟ اعتق عني امتك بألف، يعني انا اشتريت امتك منك بألف واعتقها بالنيابه عني. فهمت ازاي؟ ووكلتك في العتق. يقول له قبلت، يقول له خد القلب، يبقى تم العتق. شفت ازاي؟ يعني معنى كل الكلام ده ايه؟ اريد ان اشتري منك الامه بقلب، هل قبلت؟ يقول قبلت. قال اذا خذ القلب، انت عاتق او معتوق. فهمت ازاي؟ خلاص تم كل ده. اهو العامي كده لما يقول لك انا حذبح لسيدنا الحسين يقصد ايه؟ يعني حذبح وهب الثواب لسيدنا الحسين. لانه يعلم سيدنا الحسين ما بياكلش. ادي المعنى العامي، وطول عمر العوام بيعملوا كده. اجدادنا واجدادك وابائنا وابائك على مر العصور بيذبحوا ويوهبوا ثوابهم لابائهم واجدادهم اللي دفن في المقام. مش كده؟ ويطلعوا يقول لك احنا طالعين القرفه النهارده هنوزع ايه شوريك ونوزع حاجات على الفقراء لروح اجدادنا. هم بياكلوا؟ يعني يقصد ثواب هذا يوصل للميت. فانا حذبح لسيدنا الحسين يعني ايه؟ يعني حول بسم الله الله اكبر، مش حول بسم الحسين اكبر. مفيش مسلم بيقول كده علشان يبقى شركي، يقول لك انصاب وازلام. الجماعه اللي مخهم طائي اللي مش فاهمين اللغه العربيه ولا فاهمين حاجه، ما هو لو درس الفقه ما كانش فاهم. هو يقول بسم الله الله اكبر ويروح ذابح ويعملها سندوتشات ويوزعها الفقراء، ويا رب ثواب هذا لسيدنا الحسين، محبه في سيدنا الحسين، لانه كان ابنه عيان وراح ضل سيدنا الحسين وقال يا رب اشفي سيدنا الحسين، اشفي ابني ببركه سيدنا الحسين، فربنا شفى له ابنه، فحب يعبر عن شعوره محبه لسيدنا الحسين، فقال طب والله لا اجيب عجل واذبحه وادي ثوابه لسيدنا الحسين.
ايه المشكله في دي يعني؟ انا عايز اشوف يعني الصوره دي ايه الشرك اللي فيها يعني؟ فيها محبه اهل البيت، فيها التوجه الى الله، فيها محبه الصالحين، فيها الافتقار الى الله، فيها فعل الصدقات واطعام الطعام، فيها حاجات كتيره حلوه كلها الشرع اجازها. انا مش عارف ايه الحكايه يعني اللي تعب الناس. واحد بيقول انا لو ربنا رزقني الولد حبح للسيد البدوي، استاذ البدوي بياكل يعني حبح وهب ثوابها للسيد البدوي، والسيد البدوي على مر العصور الناس عارفين انه والي صالح مستجاب الدعاء. بخل خلاص، هي الست فقيره حاسه ان هي بعيده عن ربها، مش قادره تقول يا رب مباشره بسبب ضعف علمها بالله، بسبب ضعف عملها مع الله، بسبب ضعف حالها مع الله. وهذه المساله، فالله قريب من كل الناس، ربنا قريب حتى من الكافر وهو اقرب اليه من حبل الوريد. لكن انت اللي بعيد بمعاصيك وبشهواتك وبرغباتك في الدنيا وبالعوائق التي تعوق بينك وبين ربك، فبتلجا لان انت تعرفه انه قريب، لان انت مفتقر الى الله وحاسس انك انت بعيد. وربنا قريب الى فلان ده لان الناس اجمعوا على امر الرسول ان الجدع ده دعاءه مستجاب. ايه اللي يمنع ان الولي يدعو في قبره لله؟ لمن شاء. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ الولي في قبره يدرك ويشعر زي سائر الاموات، بيدركه ويشعر بزائره، مش كده برضه؟ اذا كان سائر الاموات كده، الشهيد حي في قبره، يعني ادراكه اعلى لدرجه ربنا يقول لا تحسبن ولا تقولوا، يعني ما تقولش انه مات، ولا تحسبوا انه مات، لا تحسبوا في ذهنك انه مات، ولا تقول بلسانك انه مات، ده حي، ده الشهيد. الولي اعلى من الشهيد درجه، يبقى ادراك الولي في قبره اعلى من ادراك الشهيد، وادراك النبي اعلى من ادراك الولي بمراحل. فاذا كان هو يدرك زائره ويشعر به ورايح له، انت تقول له انا في ازمه، انا في ضائقه، ادعي لي زي ما كنت بتروح له في حال حياته، لان هو في حياه البرزخ برضه، بتقول له ادعي لي، ادعي لي من ربنا، هو تعرف ان هو مفتقر الى ربه، لكن فضل الله عليه واسع. زي ما تجي لي انا مثلا، ربنا موسع عليا في الاموال، وتقول لي انا في ضائقه ماليه، اديني 10,000 جنيه اسدد بعض ديوني، تبقى انت بتسال غير الله. طب ما انا من خلق الله، يجري الخلق الخير على يد من شاء، مش ربنا بيقول فارزقوهم منه واكسوهم؟ فارزقوهم يعني نسب الرزق الى عبد، والرزق دي من صفات الله. واذا حضر القسمه اولو القربى والمساكين فارزقوهم، ما قالش فاعطوهم، شوف قال حتى اللفظ اللي هو خاص بيه اللي هو الرازق بالنسبه. فالحكايه كلها نسبه، فالواحد يكبر مخه، ما يشركش المسلمين بسهوله. يا جماعه المسلم ده اسمه المسلم الصعب. الصعب ليه؟ لان صعب انك انت تحكم بانه ده هو ده رابع قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، رابع عامل بقى من هو بيرضع اللبن من امه. كل المسلمين عارفين كده، فليه احنا بقى الوقت قاعدين نعمل المشاكل دي كلها؟ فهمت التفسير يعني؟ والله اعرضوا عليه، ولا انت تقصدي ايه؟ لو وشرح لها، لو شرحت لها الكلام ده هتقول لك اه هو انا قصدي كده، بس انا مش عارف اعبر. ادي كل الحكايه، والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.